فرحان برشا برشا. قولوا لي علاش؟ نحن في ضيافة شعب الهريسة، نحن في تونس. مرحبا بكم في تونس لهنا. عندنا 24 ساعة في تونس باش نديكوفريو كاع أكل الشوارع تاع هاد البلاد العجيب. اليوم راح تكون حلقة خيالية، نحرحروها اليوم. يلا محمد، أول مكان نروحوا له فطيرة. هذه نفطروها فطور صباح، هذه لازمك تجربها. فطيرة اللي هي عبارة تشبه السفنج ديالنا. هي عجينة مقلية في الزيت، تنجم تزيدها كعب عظم، تحطها في العسل، تعملها بالسكر كيما تحب أنت. مريقل. يلا. هاي لك الفطيره ديالهم السفنج، وحنا جبناها بالبيض. هذه هي الحاجه اللي تعمل شغل لا ديفيرونس بين حنا وحاجه واحده. محمد هو يصور. يلا محمد التقي بي. هايو سخونه ويقولوا لها هذه مروبه، شغل جايه بيضه نص طياب. كول كول معايا. بنينا سفنج بالبيض مروب، البيض شغل سايل. مع الاول كي تشوفها شغل تخلع، تبان كبيره وتبان شغل. حظ لي روح حلقه راهو معبيه باش تكون. حظ لي روح او معود عليا محمد. السفنج شي كبير. ناقص اول استاج حقيقي نبداو به الدروع، اما راهي تضرب في الراس. جماعه الخير، الدروع هادو يشبهوا للبوريج ديالنا ولا الشوفان اللي نديرو حنا في الانجليز بالحليب، خلطه بالحليب شغل الشوفان، ويزيدوا لها بزاف، يزيدوا لها حلوى التركي، يزيدوا لها بزاف العفايس. تبعوا معايا شغل قنبله يا صاحبي، فيها مخلطه، فيها شاميه، فيها البسبوسه، الجلجلان، فيها الزبيب، وفيها السكر واللوز ومزهر من الفوق، ولازم نخلطوا كلش. يلا إيه. هذه البدايه برك، ومازال مازال. بسم الله الله، غير بنينه مخدومه كيما البوريج ديالنا تاع الانجليز. الشوفان حنا عندنا نفس البلا هذا نديروه في الانجليز. ثقيله وبنينه بصح او ميم طو خفيفه. هي حبوب لازم نحوسو، نقولوا لكم واش هو هذا الدرع باش يتخدم. يعيطوا لهم حبوب الدخن. بريكفاست مليح تبدا به، نشد لك لاجون. نكست الستاج اللي بعده سحفة ثوم. راني بديت نشم في ريحة الثوم لهنا. ماشيين الشيكي بيكي، من اسمه تفهم ورا شيكي بيكي. شيكي بيكي تلقى عنده سحفة ثوم. دوك نفهموكم وش هذه سحفة ثوم، تبعوا. هاي هاي السحفة تاع الثوم، اعطوا لها سحفة ثوم يا ولا حصن ثوم ولا سحفة ثوم. بيضة نص طياب ثاني، ويديروا لها كونتيتي شوية تاع ثوم، ياك ثوم مصموط ويرحيوه. وتخلط له انت واش راك تحب، طن بصل زيتون صلامي. يلا هم خويا واحد. حارة جاب لي ربي بالخبز خير. الجوز باسكو وحدها قوية بزاف، الثوم بزاف يا صاحبي. بصح شوفوا كي تضربوها هكذا يجيك مورسو تاع كاشير مع شوية ثوم مع شوية زيتون مع الهريسة بيان سير مع البيض، شغل تقسويله خفيف ظريف. اش قولك فيه؟ بنينة بنينة. لازم بالخبز سيرتو باغيطة هكذا، لازم. هي الجوز كاين اللي ياكلوها بلا خبز، كاين اللي ياكلوها بالخبز، بصح انا جي بونس بالخبز خير. سحفة ثوم جوها 10 تاع الصباح في تونس تفهم اشياء كثيرة. ناقش لا فامي من البارح وما يقولوا لي العياري العياري العياري، ما فهمتش انا حكاية العياري هذه كيفاش. لازم تجرب، هو كسكروت عياري وخاصة معروف بالمروب، هي العظمة نص تيب. تسمى البيضة يطيبوها بواحد لا تكنيك صحيح، تكون طايبة ماشي طايبة بصح هذيك بالتواني. بالتواني جاب لي ربي، رانا بدينا نقربوا لسطاج الوحش. مروب هذه صعيبة شوية، الشرب ماشي كاع اللي يشربوا هذو. اتكلوا على ربي وعليكم القلبة. ورد فرغ صاحي استنيت. والله غير بنينة. هات واحدة أخرى عمي، لا حق لا حق ناك. هذا مختصين به التوانسة، عيطوا له صحن تونسي فيه سلطة تونسية، بطاطا مسموطة، طماطم ترونشات، بصل مخصوص، ليمون كبار، فلفل مكسيكانو، فلفل هنداوي، ثوم، زيت زيتونة، ثوم كاليتي، الهريسة كاليتي، وهذا كله يا ربي من فضلكم من خير. قداه هذوك مترو؟ مترو مترو زيد نصيك. راه زيد زيد وحدة زيد. زيد نصيك. مترو. عندك من فوق الهريسة من لوطة سلطة المشوية فما زيد، وعندك من لوطة عظمة مروبة زيد. عظمة مروبة. لي بلا اليوم كاع بالعظم المروب. ايوا مازال ماشيين للمروب. وش الله طام شويه كيما حنا نقولوا الحميس. اصبر ندخلوا لداخل.
عبودة خاطر في الصحن التونسي. هذا الكونسيبت ديالو يجيب لك بلا هكذا حلويات قديمه جدا بصح دايرين السكسي لهنا في تونس، يعطي لك بلا وانت تخير زعما قال هذه يدخل للداخل يجيبها لك. واش هما الكعبات اللي خيرتهم؟ هذه بالمعجون اوكي، وهذه بشكوت ومن داخل شوكولاته ومن برا كراميل. حاجات ما تلقاهم كان هنا عند باتيري كارزا، هذه قديمه برشا. واش هو السر تاع هذا الكاطو؟ والله هو ما فهمش السر، ما يخدم في حاجه سبيسيال تلقاها كان عنده هو معناها. باش تنصحني نبدا هذه المدوره؟ لا البحذاء. ايوا هذه بالكاوكاو، هذه تفكرني بواحد تاع حلويات في الحومه في لوساندي في الجي اورتيس. بسم الله والله غير حقرتها. هذيك شغل باتيسري تاع فرنسا، واو عباكم البسكوي جاك شغل ماشي مشرب، هو دوريجين ما بيش كيفاش خادمينه، جاك شغل هكذا صوف ماشي ناشف وماشي مشرب بزاف، والله كلام الداخل كيما كنت تشوفوا فيفا والمعجون وماشي حلو برشا. سبحان الله. سيتروناد على الواقف. يلا هذه شربتها، هذه شربتها في الطليان ليموناطه، هذه سبيسيال تونس. نشنوها تشن برد يا تشن بنينه والله غير في وقتها. ناك معنا رانا في نص اللعبه، في نص رانا في النص 16 تاع الوسط، واش يقول لنا لازم دوكا؟ واش هي؟ احنا في نهج الدباغين نعملوا كعبه فريكاسي. كعبه فريكاسي واش فيها الفريكاسي فيها؟ هي عجينه تتقلي في معناها فرينه وكل نخليوها تخمر تتقلي في الزيت. كشغل لي بيني، كشغل لي بيني. تحط الهريسه، العظم، التن، البطاطا مصموطه والزيتون فقط. وهي عباره عن كشغل دوناتس مقلي ويتفتح ويديروه ساندويتش. وقيل التوانسه الوحيدين اللي هاد الدوناتس يديروه مالح. يلا وحار فيها الهريسه بالطبيعه. يلا نيكست. الفريكاسي انا لو كنت تسالوني واش هو الطبق اللي تموت عليه كاع تونسي نقول لكم فريكاسي، من عشاق الفريكاسي. يلا تفرج ذاك الجو. تفرج قال لك تفرج ذاك الجو. شوف تفرج. بسم الله. حاره تشوي رد بالك وسخون، دير فيها الهريسه. رد بالك الزيتون، قلب الزيتون لازمك خبره باش نحيها. ما فهمتش حاجه، في تونس الزيتونه ما ينحولهاش العظم يخلوها، وعلاش؟ خاطر نعرفوا كيفاش نحيوها نحنا، ما ننزلوش عليها كسر سميك. قدامك هاك سيركوي كامل يتعدى قدامك. بنين عبالكم علاش بنين؟ عندهم شغل سيركوي تحس باللي شغل عامل جماعي، تبدا من الواحد الاول اللي يخدم الخبز هذاك الدوناتس البيني ويقليه ويبدا يجوز شغل لاشين حتى انت تدير فريكاسي، وهذا عامل تاع جروب جماعي. واو انا نجينا هنا نضرب الحاره، الحاره معناها اربعه، الحاره اربعه. انا جي بونس كعبه وحده فيها بركه باش نكملوا لاجوني نزلها طويله. نفس لحظه خلي كيكه. بديت بعد الفريكاسي توا باش نهزك تعمل الهندي بعد الفريكاسي. الهندي والموسم العندي هندي توا تنجم تخش جاي مور الفريكاسي الهندي. يلا اعطاني اسمه باللغه العربيه زعما، واسمه هذا؟ الدين الشوكي الهندي والموسم العندي. خلينا ندوقوا حاج او جاين الهندي. بسم الله. فريكاسي موراه الهندي. الهندي ما شاء الله. محمد نيكست واش عندنا؟ عندنا كفتيش، جبت لك البلاصه اخويا تركينه هذه. واش هو؟ صبات تزيري. اعطيني المكونات تاع الكفتاجي. خضره عندك القرع الاحمر، القرع الاخضر، عندك العظم طايبه كي مروب شويه ما مقلي مره هذه مش مصموت، معها البطاطا، الفلفل الحار، شويه كي هريسه تخلط معاه، وديزي بيس كي وفحات، شويه زيت، قرايه فلفل وكوكو. ويتسرب ساندويتش ولا صحن؟ انت شنو تحب؟ مزوز. هو الكفتاجي اون جينيرال شغل تشكتشوكه بازي، تشكتشوكه ديالنا الحميس ويخلطوا لها لي زوبسيون من فوق. تتسطر الكل تخطر وتختار تحطها في صحن ولا في كسكوت. يسم التقطيعه هذيك كي يبدا يقطع بالموس واش يطولها؟ التسطيره. يلا بينا. كفتاجي الصحن المدلل تاع التوانسه، هذه الاكله المشهوره كاع في اكل الشوارع كيما احنا في ريطوملات. يلا. فيه نفس الكو، دوك نقول لكم فيه نفس الكو، شتو التكتوكه كي ديروا لها البيض
وديروا لها شويه هريسه، رايحك شغل نفس القو تاع الفريت اومليت. وهما هم ذيك بلي فريت ثاني سما فريت خذ هذا بعدين. ماما ميا شي كبير يا عمري، كفته جبنين هذا، راني نيماجيني فيه كجح البحر هذا. اوه شحال بنين خاوتي. محمد شكرا كي جبتني لهنا مع شويه فريت. اصدقائي الكفته جي من احسن الاطباق اللي كليتهم في تونس. وكيف نزور تونس وما ندوقوش العجه التونسيه؟ تلاقينا ما حموش قالنا مستحيل لازم تجوا عندي الحانوت ندوقكم العجه التونسيه. وين جاي هنا؟ في قلب وين؟ في صباط الزيري. صباط الزيري. صباط الزيري شارع هذا؟ بلاصه معروفه بالميكله صباط الزيري، معناها عجه وكل شيء عربي، العربي كله تلقاه كيف صباط الزيري الحاجه البنينه. وهوليك الحانوت تاع حموش متخصص في العجه فرويدمار و العجه فرويدمار. اعطيها لنا عجه دوريجين توينسا تاع المرقاز. يلا. مكونات العجه صوص طومات هريسه عربي ثوم ورند وتيب مليح، وبعد نحطوا فيها المرقاز وفي الاخر نقول على العظم كي قبل تيب. هذا هو المنظر في تونس فوق الفطور، العجه ومع بوقة مشروب هذا تونسي 100% وخبزه. انا جاب لي ربي محمد لاول مره في 24 ساعه ديالي اكل الشوارع لازم نروح ندير لاسيست باش نلتقيو في المرحله الثانيه باسكو ما قدرتش. مور العجه لازم نرتاحوا مليح ونعاودوا نتلاقاو الحشيه. يلا العجه هذه ماشي مهم نشوفها، احنا العجه اللي نعرفها انا شغل العجه فيها البيض تجيك شغل تشكتوكه يابسه شويه، هذه ليك شغل صوص بالمرقاز هذه ياك؟ بالمرقاز. بسم الله. خوتي فيها كلامه. واو انا ماشي متعود ناكل العجه هكذا على بالك لاول مره. العجه انا بالاحساس ديالي الذوق ديالي كي شغل جمعت ما بين الصحن التونسي ما بين الكفتاجي ما بين كاع نجمعوا لهنا، وزيد هذه فيها شغل قوت تاع مرقاز. العب يا معلم العب. خوتي العجه هذه الحل ديالها تغطس فيها وتاكل موراها تروح دير لاسيست. أصدقائي أحبائي وأخيرا ألحقنا لسطاج الوحش. هذا هو عبك هو سطاج الوحش، هي البلابي وحده بصح دوكا حنا نزيدو ناكلوه مع الهرقمة. شي كبير يا عمري في المكان الجميل هذا قدام البحر، قال لك هذا أحسن واحد اللي يخدم هرقمة في تونس، وقال لك في الصيف وشوف الغاشي اللي راهو لهنا. هي نورمالمون في الشتا هذا الأكل بصح سطاج الواعر راهو بدا. جاب لي ربي آخر حاجة حتى نتكل في تونس وكما يقولوا أثقل حاجة بصح بنينة بزاف. يلا لهنا أول مرحلة عنا يعني نفرك في الخبز، هذه صحفة هرقمة نحضروا فيها. أهم حاجة نبداو بها هي نفرك الخبز. هو البليبي، البليبي معروف معناه فيه الحمص وكله لفاحات، ونزيدوا له الهرقمة زيد. الهرقمة هي الساقين نتاع البقري والجلدة نتاعو والديل الطيب معناها في الصوص نتاعو، حاجة حسيلة قوية على الأخر. هرقمانو مو تمثل في الشتاء، جيت ناكلها لهنا اون بلان صيف تقلبت بالمطر والرعد. حقنا لاخر سطاج في تونس، سطاج الوحش الهرقمة. بنينة؟ عبالكم شغل بوز اللوف مخلط بالخبز مع الحمص. المهم تخليطة كبيرة بصح عجبتني. دركا فهمت علاش عنده الغاشي بزاف اللي يستناو. اصدقائي انا عجبتني بزاف، شوفوا كيفاش راني نضرب فيها. هو ديجا البلابي وحده ثقيل، وزيد له الهرقمه اللي هو بوزلوف فوق البلابي، هذه زوج قنابل في قنبله. وكان تشوف الرعد وراك. والرعد مورايا، بصح صدقوني يا في جوله اكل الشوارع في تونس الهرقمه رقم واحد. بالحق حطيتي تعبت على خاطرها. والله غير تعبت، والله غير تعبت. الهرقمه في تونس 9.5 على 10. لا انا نقول لك 12 على 10. 12 على 10 العب.
جماعة الخير مباشرة من هذه الأجواء الممطرة كنينا الهرقمة اللي هي تنتك النورمة مفشتة ومبلان صيف بدأت تصب شتا. نقولكم إلى هنا تنتهي سهرتنا اليوم، كانت رحلة جميلة جدا في تونس العاصمة وأكل الشوارع المجنون. بديناها بالدرع كملناها بالهرقمة ستاج الوحش. أنا من اليوم نورمة وننضم إلى شعب الهريسة، نلتقي في حلقة قادمة ولا في مكان جديد. ما تنساوش ديروا سبسكرايب، اتبعوا القناة وديروا لنا لايك باش يلحق لكم جديد. سلام.